وزارة التضامن من جهتها هي الجهة المسؤولة عن استقبال هؤلاء الأطفال بعد مرورهم بوزارة الصحة وهم صغيرين خالص. احنا بناخدهم 3 شهور بنبقى معنيين بتوفير بيئة ليهم. اتجاه الوزارة ان هي نروح ناحية اللامأسسة ان من يعني في اطار الصحة النفسية والبدنية والتنشئة السليمة للطفل عايزينهم كلهم يتربوا في اسر مش في مؤسسات. اول مؤسسة عملتها كانت مؤسسة يلا كفالة في امريكا. احنا كل طلباتنا ان اولادنا يعيشوا عيشة طبيعية زي اولاد الاولادنا الكفالة، هم زيهم زي اولادنا البيولوجيكال، لازم ياخدوا نفس الحقوق، لازم يخش نفس النوادي، كل حاجة. فهي ما شاء الله دكتورة نبيل سابورتينج 100% وماشية معانا خطوة خطوة بتغير كل القوانين اللي احنا كنا بندور عليها. احنا طبعا كلنا عارفين ان المجتمع عامة شايف ان دي حاجة مش مفروض تتعمل وانها حاجة اللي هو ايه اللي انتوا بتعملوه ده وسيبوهم في الدار احسن وكل الكلام ده. انا المجتمع بتاعي انا اللي حواليا عشان كان شايفني انا واثقه ومتاكده ان انا هعمل كده وان هي دي الخطوه الصح هو بقى مقتنع. كان في الاول كنت بفكر ان انا اكفل بنوته وبعدين كفلت ولد يعني لا غيرت 180 درجه في حياتي، يعني كل حاجه اختلفت، حياتي، ترتيب اولوياتي، كل حاجه في حياتي اختلفت، حتى انا اهتماماتي اختلفت. بقى هو اهم حاجه عندي في الدنيا. يعني هي تجربه مختلفه، يعني لما انت بتجرب لاول مره الواحد بيبقى متخوف من كل حاجه، ما يعرفش هو داخل على ايه. بعد لما جربت لقيتها لا، حياة عادية جدا زي اي حياة، يعني مجرد ان انت طفل داخل البيت فخلاص هو بقى ابنك. حبيت بقى الحياة بكل تعبها ومشاغلها، نادي والتمارين والمدرسة وكل ده. وحسيت بقى ان هو يعني جت لحظة بقى تفكر كتير ان المفروض يبقى لي اخ، يعني لو انا اقدر ان انا يعني اجيب له اخ وكده، وربنا وفقنا بقى لابننا التاني.